بهذا الفيديو النقاشي إن شاء الله أحب أن أسمع آراءكم بموضوع التمثيل وموضوع الأعمال يعني الأعمال الفنية بخصوص تمثيل مسرحية فيلم أو مسلسل يخص الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام، والتعريج عن موضوع منع ظهور الإمام الحسين عليه السلام أو منع ظهور عفوا شخصية تمثيلية للإمام الحسين عليه السلام. هذه الأمور سيتكلم عليها الشيخ أو الباحث الدكتور المصري المتشيع أحمد النفيس إن شاء الله. أخواني أخواتي، قبل أن نستمع إلى تمام الكلام وتعقيباتي على الموضوع وأسئلتي التي تتوجه لحضراتكم أخواني أخواتي، لنستمع إن شاء الله أولا إلى تمام الكلام بالتأكيد، لكن أقول صلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حتى تحل علينا البركة، لنستمع تمام الكلام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حرب النجوم. خرج المخرج العالمي الكبير الراحل مصطفى العقاد عن السياق العام وما استقر في الفقه الإسلامي من النهي عن ظهور الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية التاريخية والدينية. وقدم العقاد في فيلمه الرسالة أكثر من صحابي جليل. العقاد جرى من خلفه سلسلة أخرى من أعمال لمخرجين آخرين ربما لن تتوقف عند قمر بني هاشم أو خالد بن الوليد. وفي العملين الآخرين أو الأخيرين انتقلت الأحداث إلى البيوت والمنازل مباشرة، فالأعمال هذه المرة هي تلفزيونية وليست سينمائية، أي تذهب إلى الناس ولا يذهبون إليها. نسأل الآن، هل من جديد في الفقه أباح ذلك؟ هل من فتوى جديدة من مرجعيات أخرى فتحت الباب أمام هذه الأعمال؟ وعلى أي سند من الدين استندت الفتاوى السابقة؟ ثم نسأل، أليس ظهور الصحابة بأداء ممثلين يؤدون أدوارا يكون بعضها مبتذلا أحيانا قد يهز وقار هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ أليس بقاء صورهم في مخيلاتنا بكل ما فيها من سمو ومثالية هو أفضل كثيرا؟ أم أنهم في الأول وفي الأخير هم بشر، لهم ما للبشر وما عليهم ما على البشر، وأن تشخيصهم يقربهم للناس ويبصص سيرتهم للعامة. عن كل ذلك ومن أجله إليكم هذه الحلقة من حرب النجوم، ومعنا فيها الكاتب المعروف الدكتور أحمد راسم النفيس. مرحبا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الداعية الإسلامي الشيخ رضا من علماء الأزهر وإمام مسجد الهجين بشبرا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. البداية معك، لماذا ترى أنه لا حرج في تجسيد شخصيات الصحابة والأنبياء على الشاشة رغم فتاوى الأزهر وفتاوى كبار علماء الدين وآخرهم الدكتور يوسف القرضاوي بشأن المسلسل الأخير اللي أثار ضجة كبيرة وهو مسلسل خالد بن الوليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو فهم على وجه غير دقيق أنني ممن يبيحون أو يحضون على الظهور. المسألة تحتاج إلى شيء من التأني. أولا أنا منذ البدء لست من المشتغلين بالشأن الفقهي، يعني لا أقدم نفسي كفقيه، ولكنني كمثقف متابع لما يجري في الساحة الإسلامية باتجاهاتها المختلفة. أقول إنه الأمور الآن ينبغي على المسلمين أن يخرجوا من دائرة الجمود التي يعيشون فيها. لنأخذ مثال ذلك، إنه بدأت الأمور مع ظهور فيلم الرسالة للمخرج الراحل عليه رحمة الله العقاد. طبعا هذا الفيلم حرك الكثير من الأحجار الراكدة أو من المياه الراكدة في الساحة الفكرية، وهذا يرتبط بقضية في غاية الأهمية وهي حالة ما يسمى بحالة العولمة. يعني أنا أذكر على سبيل المثال واقعة في غاية الأهمية أنا عاصرتها أنا شخصيا، وهي مسألة منع مسرحية الرائعة العظيمة التي ألفها الراحل العظيم أو الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي الحسين شهيدا ثائرا. هذه المسرحية أخذت، وكان عمل فني عظيم ورائع،
وحصلت على التراخيص، ثم عادوا وقالوا لا لا يظهر الإمام الحسين عليه السلام بشخصه، ثم عادوا وقالوا لا لا يظهر بشخصه ولكن يظهر براوية. وبناء على ذلك جرى إعداد العمل وكان في طريقه إلى الخروج للساحة، ثم جرى إيقافه حتى بالراوية مع عدم ظهور الإمام الحسين عليه السلام بشخصه. وكانت الحجة التي أبرزت لهذا الأمر أو طرحت خوفا من وقوع الفتنة. هنا تقع أنا في تقديري هذه هي العلة الحقيقية وراء المنع. العلة الحقيقية لا تتعلق كثيرا بمنع تجسيد شخصيات معينة، ربما يكاد يكون هناك إجماع على التحرز من إظهار شخصيات الأنبياء أو التحفظ في هذه المسألة أو عدم إظهارهم لغير الضرورة، ولكن ما عدا ذلك الخلاف أقل حدة. ولكن العلة الأساسية التي منع من أجلها هو التعلل بعدم وقوع الفتنة وعدم إثارة ما يسمى بالمشاعر الطائفية إلى آخره. وما زال هذا العمل يعني عليه كثير من الجدل، يعني ما زال فنان نور الشريف لحد الآن بيتمنى أنه بيأخذ الموافق أنه بيجسد أنا في تقديري في قضية في غاية الأهمية، الثقافة والحضارة المحتوى. لم تكن الثقافة والحضارة نصوص جامدة أو مواقف جامدة. أنا أشارك الذين يعني يقولون بالمنع شيئا من تحفظهم، لا أقف ضدهم بالكلية، ولكن أقول أن الأدوات الفنية والآليات الفنية تمكن الكاتب أو كاتب السيناريو أو المخرج أن يتحاشى الكثير من الوقوع في الكثير من المحظورات أو التي قد تكون محظورات. القماشة واسعة ويستطيع أن يفعل ما يشاء، إنما الأهم من هذا وذاك أن الأمة تحتاج إلى ثقافة، تحتاج أن تستحضر عظمة الأنبياء، تحتاج أن تستحضر عظمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، عظماء الإسلام السابقون السابقون من المهاجرين والأنصار الذين قدموا وضحوا واستشهدوا يوم بدر واستشهدوا يوم أحد. ينبغي على أصحاب القدرات الفنية والقدرات الأدبية أن يخرجوا لنا هذا التراث العظيم جدا، الذي هو في حقيقة الأمر لو قدم للأمة يعني ولو قدم للعالم، نقول تحسين صورة الإسلام ونقول ليست هذه صورة الإسلام. طيب يا ناس يا طيبين يا أصحاب القدرات، لماذا لا تحسنون صورة الإسلام من خلال هذه الأعمال الفنية السينمائية؟ ولماذا لا تستخدمون آليات العصر؟ ولماذا تقفون موقف المتجمد بالرغم من أن أحدا لم يلزمكم بشيء أو بإطار معين، وهناك ساعة وكان بإمكانكم أن تتقدموا في الساحة. طيب يعني شيخ إبراهيم، ما هي حيثيات رفضك لهذا الشيء، أنه ظهورهم في أعمال درامية أو يعني تمثيل شخصياتهم؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، الحقيقة ما تفضل به الأستاذ الدكتور أحمد أنا لا أختلف معه كثيرا فيما أبداه، لأنه بيشاركني الحذر فيما يتعلق بظهور الأنبياء. فهذا الموضوع تحدثت فيه الفتاوى قديما وحديثا، وأعيد الحوار فيه بناء على طلب قدم لتقديم شخصية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أتحفظ حينما ننظر إلى مقام النبوة؟ مقام الأنبياء والمرسلين، هم بشر ولكنهم بشر ليسوا كسائر البشر، لهم العصمة التي هي من الله سبحانه وتعالى، ولهم المكانة السامية والمكانة الدينية العالية التي تفضلت حضرتك وأشرت إليها في المقدمة. وهذا التصور المثالي عن الأنبياء والرسل بما فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع كائن من كان أن يصور هذا النبي أو غيره من الأنبياء في قالب أو في معالجة درامية يخرج علينا أحد الممثلين بدور لمحمد أو لعيسى أو لموسى. وإن كنت أرى على بعض الفضائيات أن هذا قد حدث بالفعل، ولكن حدث، يعني أنا سمعت شيء ربما عن النبي لا زكريا، ولكن برضو يظهر الشخص بدون أن يرى وهذا حصل فعلا في مسلسل إيراني حصل أنه كانوا بيحكوا قصة حياة مريم يعني عليها السلام، وأنه تم ظهرت مريم بشخصية فعلا، قامت ممثلة بأداء شخصيتها، لكن
شخص زكريا كان هناك هالة بيضاء ومظلل. المهم أريد أن أصل بحضرتك إلى أمر مهم. المعالجة الدرامية تحتاج إلى وقفات مع اليوم ومع اللحظة ومع التاريخ، وهذا لا يليق بمقام النبوة إطلاقا يعني، ونحن لسنا بذلك من يدعو إلى الجمود أو إلى التشدد أو إلى التنطع، فنحن طيار يرفض كل هذه الأمور، وأنا من أول الذين يحرصون على أن نخاطب العالم المعاصر بأدوات العصر، إلا أن هذا الأمر يسيء إلى الأنبياء في المقام الأول، وهذا ما دفع الأزهر قديما وحديثا إلى أن يتحفظ على هذا المقام. أولا، لأنك حينما تتحدث عن مقام النبوة فهو مقام مرتبط بخبر السماء، لا نستطيع يعني، كان التحفظ المشهور إن كيف يأتي ممثل فيظهر بدور نبي ثم بعد ذلك يأتي بدور عربيد أو سكير، ليست هذه هي القضية الأولى، ولكن القضية من يقوى على أن يتحمل تلك الأمانة القوية، خاصة وأنا يعني من فترة من الوقت، من كم سنة حتى خرج علينا كتاب التحليل النفسي للأنبياء، هي أمور أنا أعتقد أنها خطيرة وأنها تضر ولا تنفع. الذي ينفع هو أن نفعل فقه الواقع لكي يستطيع أن يتصدى للقضايا الحديثة، وأن نخرج خطابا دينيا معتمدا على صحيح الدين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. طبعا محاربة أول كلمة كانت دقيقة جدا من الدكتور النفيس بخصوص أن تعليل منع شخصية الإمام الحسين أو ظهور الإمام الحسين أو شخصية أو عمل يجسد الإمام الحسين عليه السلام كان بسبب الفتنة، وهاي يعني أنا أميل لها بشكل يمكن 80-90% أنه هذا السبب يتعكز عليها الطرف الآخر لمنع تجسيد بطولات وتضحيات أهل البيت عليهم السلام. لكن خلينا نكون واقعيين، وأنا ما أتكلم يعني بشكل احتباطي، إنما عندي يعني ملاحظة مهمة جدا، وهو الممثل اليوم احنا لما نجيب ممثل مصري او ممثل مثلا سعودي او ممثل عراقي او ممثل يمني اي ما كان هذا الممثل او ممثل من الغرب، هل احنا بهذا الموضوع نقدر نضمن ان هذه الشخصية راح يتخلق باخلاق الرسول، ما راح يجسد ادوار تسيء للرسول الا في حالة واحدة وكانت في فيلم سيدة الجنة، هو السي جي اي، لكن من يهتم لهذه الدرجة بأهل البيت عليهم السلام ليقوم بتجسيد شخصيات وهمية مجرد سي جي اي عفوا وإبراسها في الأعمال التلفزيونية؟ الناس اليوم تبحث عن الأعمال الفنية أو اللي تنشئ أعمال فنية همها الوحيد هو الأرباح. أنا ما أشكك بنوايا الجميع، لكن أقول الغالبية الكبرى، يعني اليوم شخص مثلا لما يأتيني مثلا من الغرب ويريد يتكلم عن شخصية الإمام الحسين عليه السلام، تأكيد هذا لا يهم الإمام الحسين ولا يهم شخصية الإمام الحسين، اللي يهمه فقط هل ستجني له أو سيجني له هذا العمل أرباح أو لا. فأقول هنا هي معادلة جدا صعبة، لذلك حبيت أنه أو أريد أسمع آراءكم. نعم نتمنى أنه أفلام ومسلسلات تنتج لأهل البيت عليهم السلام، لكن كيف يتم الحفاظ على شخصية الإمام من أخواني أخواتي الأدوار القادمة لنفس الممثل؟ تقبل تحياتي في أمان الله.